يا الله، السلام عليكم شباب ولا بالبصراويات، نفيا وفحل أليفات طينة، صوت حاد كلش مثل ما تشوفون. أليفات طينة شباب، هذا تغريد النثية طبعا. شوف صوت ايش قد حاد، هذا التغريد النثي. والفحل بعد اضرب. أليفات طينة شباب، يطلع من برا القفص بس ما طابق هناني. اللي يحب ياخذهن هو يطبقهن بكيفه، اللي يريد يبقيهن مفرودات هم بكيفه، بس هن نثية وفحل وبصراويات زوجهن، هن وقفاصهن 80,000 وبس القفص ب10. شوفوا شباب، هالقفص ب4 مأكليات. زوجهن هن وقفاصهن 80,000 مكان بغداد الحسينية. الرقم مالتي راح اخلي لكم اياه بالوصف، اللي يحب يتصل علي بخدمته. وشباب اللي يريد يتواصل وياي يراسلني مراسلة، الواتساب عندي بيه خلل بس اطب عليه يصفن. خليكم المعرف مال الانستغرام بالزاوية مال هذا الفيديو اللي فوق، يراسلني وانا بخدمته. تحياتي.